تفضل يا دعاء، انا اسامعك. تفضل يا دعاء عشان نرجع نخلي فاطمه تكمل. تفضل، اذا انت رفعت ايدك تفضل تحكي. تفضل نبدا ان شاء الله. جهز الاغنيه. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاه والسلام على اشرف المرسلين. تفضل يا دعاء، نسمع كويس. يعطيك العافية دكتور، يعطيكم ألف عافية بنات، يعني الله الموضوع يعافيك. جدا مهم. بس لاحظت وفاطمة بتعرض، حكت إنه الفاكسين بيشتغل بعد أسبوع من الجرعة الثانية، يعني إنه ببلش بصير له أكتف يعني في الجسم بعد أسبوع من الجرعة الثانية. وفعليا أكثر سؤال يعني الكل بيسأله هو هل ناخذ التطعيم ولا ما ناخذهوش؟ بس يعني بدي أتساءل أنا إنه مثلا طالما يعني اي نسبه في العالم بتوصل فوق 70، فوق 70، فوق 80، بنحكي انها ممتازه تقريبا يعني، وهو موصل نسبه نجاحه ل92 ول98 يعني زي الفايزر وزي هدول، بس بنفس الوقت في طواقم طبيه كامله يعني قاعده بترفض. زي ما رحت مع اهلي اخذوا التطعيم في الشاطئ، وكان فعليا انه المختبر مديره المختبر في الشاطئ في الوكاله رافضه انها تاخده. هي نفسها. فالسؤال اللي بدي اساله، هي نفسها. تمام. فالسؤال اللي بدي اساله فعليا، هل انه بعد الفاكسين يعني بتنعدم الاصابه بكورونا ولا ممكن تيجي باعراض خفيفه؟ لانه فعليا انا قرات بحثين، واحد بيقول انه بتمنع الاصابه بكورونا بالمره بنسبه مثلا بنسبه من 90 وفوق، وفي حكوا انه لا بتيجي كورونا لكن اعراض مخففه، زي مثلا تطعيم الانفلونزا اللي بناخذه. لا، هم بياخذوا الانفلونزا الموسميه، بياخذوا التطعيم ومع هيك بتجيهم انفلونزا باعراض مخففه، فهل فعلا الفاكسين يمنع كورونا ولا يمنع اعراض كورونا؟ بس هي سؤالي. شوف، انا بس بستنى فاطمه تدخل، لانهم هم صراحه كثير بحثوا في الموضوع وخاصه لما اشتغلوا. حنان اذا حابه تحكي كلمه دكتور تفضلي. انا حنان اذا برضو يعني وصلت معايا فاطمه، ومن كمان من عملي موضوع الفاكسينز. بصراحه يعني احنا من 3 اسابيع بالهيلث كلاستر مع دبليو اتش او حتى انترناشونالي، كل التكنيكال ادفايسرز وكل الاطباء سواء بدبليو اتش او بسيف ذا تشيلدرن او باليونيسيف من ضمن المؤسسات حكوا انه وي ريكومند تو تيك الفاكسين تماما، ما في اي مخاطر ولا اي مشاكل. بدي ارد بس على كذا استفسار كان. اول شيء استفسار دعاء، هو الانتيبوديز عشان في الجسم هي تحتاج احيانا على حسب مناعه الشخص زي ما قالت فاطمه من اسبوع الى شهر بعد الجرعه الثانيه، ف والجرعه الاولى والجرعه الثانيه كمان ممكن يكون من اسبوعين الى شهر. وانت بتحكي عن يعني خلينا نقول من شهر وشويه لشهرين ما بين الجن يخرج اول انتيبادي، هذا الكلام اللي اطلقته دبليو اتش او. في الوقت هذا ابدا ابدا يعني احنا غير محصنين من النهائي، لازم نتاكد ولا انه الانتيبوديز صار لها جينيريشن فل من الفاكسين. هذا رقم واحد. رقم اثنين بالنسبه للاعراض، تعقيبي مهم جدا انه ليش الاعراض اللي بتظهر او لا اساسا، هو سواء ظهرت الاعراض او ما ظهرت هذا شيء كثير نورمال وكثير بيعتمد على مناعه الشخص، عندها قديش في عنده اساسا هو انتيبوديز تكونت من الاصابه السابقه، خاصه الناس المصابين. يعني الناس اللي انصابوا بالفيروس واخذوا اللقاح بحسوا اللقاح حاجه كثير 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 خفيفه، في حين انه الناس اللي ما انصابوا بكورونا ولسه ما عندهم الانتيبادي المضاد للفيروس في اجسامهم بحيث انه الاعراض تبعت الفاكسين تشابه كورونا وتشابه الاصابه بكوفيد 19، واحيانا قد تكون بنفس الاعراض صعوبه. يعني احنا عندنا بالمؤسسات في اطباء عندنا ما قدروا يكملوا يومهم واخذوا 3 4 ايام اجازه، وهدول فعليا ما انصابوا. احنا مثلا اللي انصبنا قبل ما أخذنا الجرعات ما حسينا بولا حاجة، مجرد وخزة بسيطة كأي إبرة أنت بتخديها، ولا حتى بغثيان ولا بصداع ولا بأي شيء. الموضوع ساري، الموضوع بس يختلف فعليا ما بين الشركات المصنعة، وهذا الإشي بدنا ناخده كتير بعين الاعتبار. سبوتنيك على فكرة هي شركة روسية ورائدة في عالم اللقاحات، يعني مش إنه إشي حيالله أو أي كلام، لكن بتضل فايزر مش بس كجودة تصنيع أفضل بشوية، إنما
كمان قوة إعلانات، وهذا اللي أظهرته بشدة بشدة WHO لأنه بتدخل دائما المكنة، بأخذها أكتر المكنة الإعلامية برضو بتدخل بتبالك تنسيش بالضبط. فايزر يعني شركة أمريكية، يعني طبيعي حتكون إن هي ماكلة السوق، تختلف عن سبوتنيك، لكن بالمقابل إحنا في عنا حتى الانترناشنال أخذوا سبوتنيك وهم مغمضين عينيهم، نظرا لأنه كمان ريبيوتيشن للراشيان دراجز is very good. بضل اللي هو موضوع إنه في ناس ذات الناس الوحيدين اللي حتى الآن كونترا إنديكيتد أو خلينا نقول ما بنفع ياخدهم الناس البريجننت ومن أبدا لحتى الآن، لأنه ما أظهرت الدراسات. لكن الناس اللي ما بيرضوا ياخدوا صراحة ما بقدر أقول إنه هم غلطانين نهائي، ولا إنه هذا تشجيع للفاكسينيشنز، بسبب واحد إنه أكيد أي فترة عشان تاخد فول أبروفل بعد التستينج على الناس، يعني هي بتبدأ بالحيوانات بعدين بتروح على الناس، بدها مينيمم ييرز يعني سنوات. وهم لما طلعوا بالسرعة هاي بيوقعوا كل شخص بياخد الفاكسين إنه هذا الدواء لم يتم اللي هو الفولي تستوى وما إلى ذلك، وما تنسوا إنه الأعراض أبدا مش ممكن، مش مهم إنها تكون شورت لاستينج يعني الآن إنستنت أكيورد، ممكن تكون أكيورد بعد فترة طويلة جدا بيكتشفوا، وهذه هي مشكلة واضحة في أي فاكسين يتم إنتاجه. فهذا بصراحة راح هي المعلومات اللي انا حابه الخصها كمان للهيلث كلاس من اللي ظهر. اشكرك جدا، حتى يعني بس انا حاب اضيف يعني بس نقطتين مركزيات في الامر بصراحه، ما هم برضو يعني خلينا نقول مثلا الهيلث وركرز بشكل عام والهيلث بروفيشنالز سواء كان نيرسز ولا حتى فارمس ولا شيء، هذا مشكله انه ما بقدر يعني بنحط في حيره انه لو بديش اخذ انا ما بعرفش شو الكومبليكيشنز يعني ان ذا فيوتشر، مش عارف شو بده يصير. طيب إذا كان والله صار تشينجز في الفيروس شو بدي أعمل؟ هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية اللي هي الخطيرة إنه يعني موضوع الفحص الكامل زي ما حكت لسه مش مكتمل، وهذا صحيح لدرجة إنه حتى لما بدهم ينتجوا بعض العلاجات يمكن تتفاجئوا، لو قلت لكم مرات بقعدوا أيام إيش أيام ولا أشهر ولا سنوات، البنسلين بعد يعني عمر لما قدروا يعرفوا شو بيعمل، حتى الأنتيبيوتيك بدون ذكر الأسماء اليوم حتى اللي بيطلعوا جينيريشنز جداد من أسماء قديمة، يعني مثلا لما تقول مثلا أزيثروميسين مثلا أزيكير ولا تقول مثلا أزيسيد، يعني في الآخر حنلاقي إنه في أبو لهم أزيثروميسين كان قديم، ويمكن بعض العلاجات هكذا بتزيد. لكن مرات المكنة الإعلامية كمان بتخلينا ما نعرفش وين نروح إحنا أكتر، اللي بدأ يعني صراحة يمكن النقاش لازال مش بس عنا محير عشان انتم ما تستغربوش، زي ما احنا قاعدين بنناقش ومتحيرين كمان العالم كله محتار في موضوع الفاكسينيشن تبعته وهل حيقضي تماما ولا لا. لكن بشكل عام مازال فوق 90 وهيك القانون بيمشي الحال، لكن انه هل يأخذ ام يأخذش برضو بيصير up to age، خلينا نقول عسلا this is يعني persons، هذا في الاخر يعني ما بقدرش أقول إنه والله أجبرك غصب عنك، مع إنه في جنبنا يعني عند ما يسمى بدولة إسرائيل، يعني هم من دولتهم إن شاء الله الدولة الزائلة، بيجبروا كل إنسان إنه يطعم، لدرجة إنه حتى واقفين على نقاط الحدودية والنقاط اللي بين الضفة وبين الداخل، ولازم بالإجبار، وإذا معوش شهادة فاكسين حتى لو على منطقة الحاجز بياخذ. هذه إشكالية إحنا عنا لسه أصلاً العدد مش مكتفي، لكن بنحاول قدر الإمكان إنه إحنا نعطي الناس اللي يعني خلينا نقول هاي ريسك، سواء كان أو مثلاً هاي إكسبوجر ما كانوا عندهم كرونيك ديزيز أو هم يشتغلوا في العمل الصحي. طيب أي نقطة تانية إحنا جاهزين عشان نترك المجال لباقي البنات، تفضلوا. دكتور يعطيك العافية. فيك يا فداء، تفضلي. إيه دكتور لو سمحت. فداء سقر استني دعاء شوية صغيرة بس تفضلي يا فداء، حرجعلك دعاء شوية تفضلي. بس بدي أسأل، إحنا عنا بوزارة الصحة حكوا إنه المصابين ممنوع يأخذ الفاكسين إلا لما يمر عليه 6 شهور، حتى لما عملوا فحص الأنتيبادي إلنا ولقوا إنه في طلع موجود في الجسم أنتيبادي حتى لو كانت شبه يعني موجودة، كان الخط في الفحص يدوب ظاهر، إلا إنه رفضوا إنه يعطى اللقاح للي ما مر عليه 6 شهور من إصابته.
هذه حاجة جدلية دير بالك يا فداء، حتى يمكن اوكي، بس لازم تعتمد الامر تكون يعني صراحة ايفيدنس بيست، لازم يكون على اساس علمي، لانه لو بدنا نيجي للقانون الصحيح، وزي مثلا لما بنعطي مثلا للانفلونزا، طب ما احنا في السنة كاملة بنعطيه، وفي ناس اخذوا بعض الفاكسينات ممكن تطول اكثر. المشكلة احنا اليوم بنعطي، بدناش نقول تطمينات، يمكن احنا شوية بنتوقع انه بعد 6 شهور تنتهي، لكن لو جينا للعلم ممكن تكون اكثر، يعني ممكن تقعد سنة. ليش؟ لانه اصلا اللي بياخذ فيروس ما هو اصلا هيك اخذوا، هيك اخذوا زي ما الانتيبوديز، وصارت مضادة للايه، مضادة للفاكسين بشكل عام. فهذه مشكلة برضو تانية. انا مش مع الست شهور، انا مع انه اذا ثبت علميا 100% بنروح بهذا الاتجاه، لكن اذا لم يثبت لا، احنا بدنا ننتظر كل الدراسات سواء كانت امريكية او غير امريكية حتى نتأكد. يا دعاء تفضلي. دكتور معلش. تفضلي يا فداء. الدكتور انا واحدة من اللي اصبت بكورونا اثناء عملي وانا بالمستشفى، تمام. وكانت الاعراض شديدة جدا علي لدرجة اني قربت افوت الاي سي يو، تمام. وتعبت، وتعبت جدا. اول ما نزل عن اللقاح انا اول من الناس اللي سجلوا لهذا اللقاح، الا انه لحتى الان في رفض اني اخذ هذا اللقاح. هل انت بتنصحني اخذه ولا لا؟ ما انا ليش كنت انا يمكن اعيد الكلام بشكل واضح. انا اخشى في موضوع اللقاح الان، كونك اخذت، ما هو دائما بيقولوا في القاعده خلينا نقول الصحيه، ايزي كم ايزي جو وليت كم ليت جو. ايش يعني؟ لما بيجي للانسان زي موضوع الرشح، ايزي كم ايزي جو، بتلاقي الانسان رشح اليوم يومين ثلاثه بطيب، فلوانزا طولت شويه بعدين بيمشي، طب الهايبرتنشن بدا على مهله طول. انت بتقول الاعراض كانت شديده، فانا اتوقع في امرين، اما انه المناعه هي طبعا يمكن تكون هي بشكل اساسي، المناعه ما قدرتش تسيطر على هجوم الفيروس، وهذا الفيروس وهذا متوقع بشكل عام، لانه والدليل انه بنلاقي في نفس البيت ممكن واحد تلاقي كلهم مصابين، واحد مش مبين عليه ولا اعراض، وواحد مبين عليه الاعراض شديده جدا. كونك بين عليك الاعراض بشكل كبير جدا وعمال الان، يعني ان شاء الله انا اتمنى تكون اخذتي يعني كم كبير من الانتيبوديز، لكن هذا بيغنيش انه يقوي. انت اخذت مضادات، لكن هل مناعتك زادت؟ لا، هنا بتصير اشكاليه. علشان هيك اذا ثبت انه يعني من هلا 6 اشهر ضليتك زي ما انت وما صارش اي شيء، والعلم اثبت انه ما بصيرش مشكله من اخذ اللقاح، انا بقول خذ اللقاح. لكن اذا لقيت انه العالم كله عماله مختلف في موضوع اخذ اللقاح، انا بقول ما ناخذش. وانا متاكد انه ان شاء الله باذن الله مش حيكون لك اي حاجه، انه اجاك الفيروس على اقوى درجه. خلينا ننتظر ايش العالم كله عمال بيحكي، واحنا هينا ماشيين مع بعض، واحنا بنسمع كل يوم، يعني حتى لدرجه انه وانا في البيت كل يوم بحاول اقرا التقارير، وانتم بتسمعوا لو ما قريتوش، بنسمع من هنا من هنا تقرير جزيره غيره صحفي اعلام، بنعرف ايش اللي بيصير في العالم، فايش بنطبق على العالم احنا ان شاء الله في الاخر حنتبعه، وفي الاخر احنا لسنا بدعا من العالم. واتمنى لك السلام، يعني باقي صعب الامور عندك، الله يعينك. اتفضلي يا دعاء. الله يسلمك. تسلم دعاء، تفضل. انا معلش اخذ حنان، اذا حابه تحكي ولا ايش، ارجع لك بعد دعاء. تفضلي. لا معك يا دكتور، كل كلامكم دكتور بصراحة يعني الكلام كثير مفيد. الكلام كثير حلو ومفيد يعني، فعملت ثمب اب انه يعني اي انجوي ات الصراحه. الله يرضى عليك، شكرا لك. بس ثواني، تفضلي يا دعاء. أوكي دكتور، لما حضرتك حكيت عن دولة الاحتلال وأنه هم بيعملوا إجبار، هم يعني هم بيعملوا إجبار لأنه أساساً عندهم يعني تغطية مالية وقدرة أنهم يغطوا كل الشعب، إحنا عمال بتفوت علينا قاعدة 100,000 أو 10,000، أو على قد ما بنوفر على قد ما بنعمل أولويات. يعني علشان هيك عنا أنه مفاضلة، بنقول أنه في مثلاً الطواقم الطبية هي الأول أو المرضى هم الأول أو هيك. ممكن لو إحنا عنا العدد كامل يصير في إجبار، أو ممكن لو أكدنا من صحة الفاكسين، مع أنه أنا بتوقع أنه 90% يعني أنه يجي فاكسين جديد ومعاه نسبة 90%، هذه كافية أنها تخلي الكل يقتنع فيه. مع أنه في نقطة تانية بدي أحكيها، أنه أنا لاحظت أنه فعلياً الناس خايفة تنصح بعض، بقول لك تنصحني أخذ ولا ما أخذ، بقول لك لا
بنصحكاش بلاش يصير فيه بعدين إشي. يعني فعلا في مخاوف، في إنه حتى بالنصيحة خايفين ينصحوا حدا إنهم ياخدوا بلاش بعدين يصير أعراض ويقول فلان نصحني أو فلان نصحني. يعني فعليا القصة لحتى الآن مخيفة، مش بس قصة دعاء، بس انا بدي الفيروس، اقول كمان لك، قصة الفاكسين. خليك معي دعاء. هذه النقطة معهم حق ما ينصحوش. أنا على كل خبرتي، يعني مثلا أنا بتكلم يعني 20 عام عمل في المستشفيات، مش بس مستشفيات غزة وفي الضفة وفي القدس، وقديش اشتغلت في الجامعة، وقديش بدي أقول خبرتي البحثية، ولا زلت أتردد في إعطاء النصيحة في هذا المجال، مش لأنه أنا خايف، لا، لأنه كم المعلومات لسه اللي عندنا مش مكتمل، حتى ان مش بس عندنا، حتى في العالم كله، مش موضوع اختلاف في موضوع وجهات نظر قد ما هو اختلاف انه احنا مش قادرين نعرف ايش التشينجز اوف فيروس. يعني طلع انت عمال الفيروس موجود، احنا بيننا حواجز بسيطه، شوف كيف في غزه موجود، وشوف كيف في الضفه. يمكن صحيح الاغلاق اللي يمكن رب ضاره نافع في هذا المجال، لكن احنا مش قادرين نعرف ايش كنه هذا الفيروس، وهذا اللي مخلينا في عندنا مشكله، هذا اللي مخلينا في عندنا مشكله اكثر. علشان هيك احنا ليش بنرجع مرات، ممتاز يعني يا كتبت حنان، احنا بنرجع مرات لحق المريض. احنا في الاخر انت عارفه انه من، يعني خلينا نقول من المين رايتس، يعني يو كان ريفيوز اني ميديكيشنز تل ذا ايفنت، عند النقطه اللي لما يكون في البريفنشن مور دينجر ذان نوت بريفنشن، لما يكون والله الرفض بده يموت اكثر. اما موضوع الاعداد، شوفي يا دعاء، هو القصه صحيح يمكن سياسيه بامتياز، وممكن زي ما انت قلتي، بس هم ما ننساش برضو انه اليهود بشكل عام يعني هم احرص الناس على الحياه، يعني ممكن هم بدهم الفيروس يعني ما يكون منتشر باي حال، لانهم هم عارفين انه كل، يعني خلينا نقول من كل الاقطار بيجوا عندهم، هم بيطلعوا بينزلوا، هم بيئتهم مختلفه شويه عنا، ما عندهم مش هالضوابط خلينا نقول الميدانيه او الشرعيه بشكل عام. فهذه ممكن نقول والله هم حريصين، لكن هل يعني على كلامك لو اجى كل الفاكسينز ودب غزه؟ هو دائما كل بدايه صعبه. انا اتوقع يا لو سئلت يعني، وهذا كلام احكي بشكل عام، انه دائما سبحان الله احنا بنؤمن بالتجربه، سبحان الله السبب يقول بنؤمن بالتجربه، فالنداء بتكتب موضوع التجربه دائما. يعني سبحان الله احنا في غزه بنؤمن، مش في المثل اللي بيقول اسال مجرب ولا تسال حكيم، وما اكثر المثل، إن على الزواج، إن على الحياة، إن على الدراسة، كان بقول لك اسأل مجرب، مرة بطلع المجرب فاشل، بتقول بنفع أدرس إدارة صحية، بقول لك أوعك الإدارة مصيبة، بكونوا بكره الإدارة، وهكذا. بيجي بقول لك أوعى تأخذ الفاكسين لحسن أنت يصير عندك، بروح من وراك ممكن يأخذ الفاكسين، وهذا ديدن أهل غزة، معلش يعني ما نش نقول لا سمح الله، كأنه بنتهمهم، إحنا العاطفة هي اللي بتجرنا أكثر. إحنا فقط خلينا نستنى التجربة اللي عمالة بتصير، ونناقش القضايا بشكل عام اللي لحد الآن. أنا مبسوط إنه ما وصلتناش للمستشفيات بشكل واضح إنه الفاكسين عمل، صحيح إنه في أخذ فاكسين وممكن يعني أصيبه، لكن لحد الآن ما صارش إشي صارخ. لما نقول كلمة صار إشي صارخ، يعني ما صارش إشي. مرات متى بتصير الخوف؟ يعني أعطيكم مثال صغير، لما إحدى الأماكن، بديش أذكر المكان، أكلة معينة أكلوها حوالي مثلاً نقول 30 نفر تسمموا من هذه الأكلة، وقبل ذلك اللي هو السمكة اللي هي سمكة الأرنب، وسمعنا أو غيرها، هنا بيتدخل وبنخاف. لحد الآن ما صارش دراماتيك تشينجز، يعني بوست فاكسينيشن ما صارش إشي كبير يخلي كل الوزارة تقف على رجليها وتقول ممنوع. فطول ما الأمر زي ما بقولها يعني تحت السيطرة under control، معناته أنا بقدر أطمئن وبقدر أقول بيمكن نمشي بهيك موضوع، وخلينا نستنى. أنا كنت أتمنى نعطي هاي ريسك الناس الكرونيك، وبعدين نعطي مش كل الهيلث وركرز، لا، اللي بيشتغلوا بس بتعامل مع كورونا أو أقسام الطوارئ. مين اللي بتقول سامعني؟ تفضلي. أنا فاطمة، معلش يا دكتور، أنا النت علق وبعرفش كيف، يعني نحست خالص. لا معلش يا فاطمة، احنا جاوبنا عنك. بعدين حنان، انت تاركة يعني، حنان وراكي شاطرة كتير ما شاء الله عليها. ايش لو انا وصلته؟ فاحنا بنقشه اخر شيء في نقطة اخذ الفاكسينز، وبعض الناس اصيبوا بعد ما اخذوا، واحنا بنناقش انه لسه الوزارة مش قادرة تجبر الكل، على اعتبار انه الله يبارك فيك، على اعتبار انه ما فيش اعداد كبيرة نجبر الناس، وفي نفس الوقت احنا مش قادرين نفاضل مين عن مين. هل نفاضل الكبار؟ فتحوا التسجيل يا دكتور. صحيح، القد مفتوح 75. طيب بس قربي يا فاطمة شوية على المايك، مش عارف انت بتحبي تحكي من بعيد ولا شو؟
لا والله ماسكه حتى المايك عند تمي. تفضلي اكتبي. اوكي. بحكي انه حاليا الوزاره فتحوا التطعيم اللقاح للي فوق ال 75 عمرهم من اليوم ليوم الخميس، يروحوا من غير تسجيل فيهم ياخذوا اللقاح. تمام. هاي سبحان الله. صراحه بالنسبه للسايد افكتس انا بديش اقاطعك دكتور، بس عالميا ومحليا ما فيش سايد افكتس تستدعي انه نخاف من اللقاح. تمام. شوفوا احنا يعني سبحان الله احنا عمالنا بنتكلم، خلينا نعمل بس سكرين شير دقيقه واحده. الان يعني اجى وصلت هذه الرساله من الجامعه الاسلاميه. احنا الساعه كام الان؟ بنتكلم على الخمسه الا يعني تقريبا مش الا ربع الا حوالي 16 دقيقه او 14 دقيقه. دليل انه لسه الامور في واحنا بنفس الموضوع. هي بياكدوا على الالتزام باجراءات الوقايه. صار حتى الطلاب يجبرون الان نلبس الكمامه في داخل التعليم، مش بس الوجهي، حتى واحنا بنجتمع مع الطلبه في المكاتب، والتاكيد على ضروره التزام بلبس الطلبه كمان بلبس الكمامه ومراعاه التباعد. اللي انا بدي اقوله طبعا هذا بشكل عام، وهي بياكدونا على انه العدد ما يزيدش عن 38 في القاعات الكبيره و18 في القاعات الصغيره. طبعا هذا كله ما جاش يعني بواقع الفراغ، لا. اللي بدي اقوله انه احنا لسه، هذا اللي بخلينا نقول انه لسه احنا مش عارفين بالضبط ايش بالضبط هذا الفيروس لوين رايح، ايش التشينجز، ايش النيو فيرجن. شغله تفضل. هو صراحه في تخوف انه يكون موجود الفيروس اللي صار له ميوتيشن انه يكون موجود في غزه، بس المشكله عندنا من قصه الفحص لانه مش موجود. كيف يعني فيش عندنا اجهزه انه نقدر نتاكد. في حالات كتير السيفيريتي عندها تاعت الإلنس كتير عالية والأعداد قاعدة بتزيد، وفي الضفة في قرى ومخيمات كتير أغلقت وفي حالات بتزيد بشكل مش طبيعي. فصراحة ممكن تكون الطفرة الجديدة موجودة بغزة بس إحنا مش عارفين نكتشفها. هذا أنا كنت حابة أحكي لأنه في تخوف من هذا الموضوع. ممتاز. أنا مستغرب يعني بعضكم بيقولوا بيخدم مشكلة أنه بتقول إحنا بنأخذ المحاضرات يعني وبنكون متقاربين لبعض، وهذه مشكلة. أنا والله مش حابب هذا الكلام أنه يكون موجود. وأنا كان حتى إلي تحفظ في موضوع، هم زعلوا مني حتى لما حكيت لهم أنا أرفض التعليم الوجاهي. قلت لهم يعني الماجستير مش هم أطفال، بالعكس هم واعين. الآن لما بقولوا adult learning أنتوا حتى بسموه post adult learning، أنتوا بعد يعني ما أنتوا أكملتوا الدراسة. فمرات صحة الإنسان مقدمة عن كل شيء. اللي إحنا خايفينه يعني هينا عمالنا بنناقش الموضوع وإحنا كلنا مش عارفين وين المشكلة، وفي نفس الوقت ممكن يكون في ضعف الكنترول. ممتاز. يعني هاي إيمان بتتكلم إنه في ضعف الكنترول، وأنا صراحة بأيد هذا الكلام. في ضعف صراحة. اللي بتمنى إنه إحنا يا رب نقدر ينعرف شو هو يعني بالضبط تغيرات الفيروس الواضحة، وهل الناس كلها تأخذ ولا لا، وهل احنا مقدمين لا قدر الله على نيو فيرجن، وهل الفاكسين بيشتغل ضد يعني ضد النيو فيرجن او مثلا النيو مثلا الفيروس. طيب الغريب عارفه يا فاطمه والكلام للجميع، انا اكثر شيء مضايقني انه احنا، وهذا مضايقني انه احنا في غزه ممتاز، انتم اللي بتكتبوا سبحان الله، اللي بيجي في ذهني بحسكم بتكتبوا مباشره. إنما كتير كتير بستغرب إنه بيعولوا على الوعي المواطن. المواطن ما عندوش وعي. المواطن روح تفرج لما تصير حفلة. أنا مريت على حفلة شباب كانت في الشارع، مع أنه كل ما فوت كل ممنوع. طبعا شغالة الدحية وكذا وما شاء الله، يعني وكأنهم بتقولي مش عارف بيعاندوا في الفيروس اللي بيعاندوا في حالهم. لا بتعمدوا يقربوا على بعض وبتعمدوا يعني والرقص والكذا ويعني كأنه بالعكس، يعني كأنه ما شاء الله يعني خلاص هم حضروا الفيروس وتركوا المجال. ما بعرف ايش اللي قاعد بيصير، وهذا كلام طبعا ممكن يتطبق على النساء كمان. انا ما بعرف يعني في نفس القضية. فأنا اللي بدي أقوله احنا كنت اتمنى من الوزاره بشكل واضح، احنا دائما حتى بوجه رسائل ما نعتمدش ابدا ابدا على وعي المواطن. المواطن غلبان، المواطن في غزه يتبع الاوامر، قول له روح بمشي. مش معنى ذلك انه اما على، هو يثق في الطواقم، يثق في الناس القائمين على البلد، بس انتوا قولوا لنا وين نروح. لكن مرات انتوا لاحظتوا في البدايه كنا نعمل عمليه تقطيع للمناطق لكن مش عارفين وين المشكلة. ويمكن حكينا في نقطة كانوا حكوها الطالبات وهي النقطة الخطيرة، موضوع الإيكونوميك. صراحة أخطر شيء كنا نعاني منه وكان ينعكس على كل الجوانب البيولوجية والنفسية والاجتماعية، موضوع الاقتصادي. أول ما نروح يعملون الحجر
طب هذا مسكين، هذا ما تقولش حتى دي باي دي، حتى لو كان موظف مش متعود يقعد في البيت. في ناس اكره معلم يقعدوا في البيت. احدى الطالبات انا تواصلت معي، مش من مجموعتك طبعا، مجموعه ثانيه، قالت لي انه انا اول ما رحت اعمل فحص، انا طبعا كان الفحص يقعد بالمناسبه يقعد 3 ايام قبل ما يطلع من كثر الضغط عليهم، بتقول لي الثلاث ايام عشتهم في رعب، لدرجه انها كانت تتواصل معي على الواتس واحاول من حين لاخر انا اقول لها لا طولي روحي كذا، انخنقت لانه البيت نفسه، انا ما بتكلمش عن ناس غرب، البيت نفسه كان هو العمل يعني زي قفل كامل، ممنوع تطلعي هذا المكان وهذه الغرفه وكذا، واليه ادخال الطعام واخراجه. طبعا صحيح ناحيه اقتصاديه تدمرت، وفي نفس الوقت ناحيه نفسيه تدمرت، والناس اللي كمان كانوا يقعدوا في البيوت وما عندهم الشغل، هذه مشكله. والغريبه والأسوأ من ذلك انه لا زلنا في بعض الناس اللي موجودين لهذه اللحظه، ويا ربي انا مش عارف يعني كيف بيفكروا، بيجي بيقول لي هو في كورونا اكيد، لا حول ولا قوه الا بالله. انا ما بعرفش، لما واحد يقول لي زيك بقول له مش عارف، يمكن ما فيش كورونا، ما زال انت دكتور تشك. ينفع احكي ملاحظة على وزارة اتفضلي. الصحة؟ بس عارف انت دير بالك احنا بنحط تسجيل، فانتبه يعني عشان لا انا عارفة، لا 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 عارفة، انا بحكي ملاحظة على قصة اجراءات الحماية. في شهر 11 انا فلوزت انفلونزا جامدة، تمام؟ في الشغل اعطوني اجازة وقالوا لي لازم تروحي تعملي مسحة. هلقيت اتصلت على رقم 103، ردت علي وحدة المفترض انه بعرفش انا، يعني المفروض اللي بيرد يكون يعني فول اكسبيرينس كل شيء بخص الكورونا، تمام. حتى في قصه المسحه. فبحكي لها انه انا بشتغل في الاغاثه وهيك هيك وبدي اعمل مسحه لها، هي شو حكت لي؟ يا شيخ ولا تعملي مسحه ولا شيء، اغلي لا اغلي مي واعصري ليمون وحطي زيت في مناخيرك. هذه وانا نفس ثاني اللي بتستقبل في التليفون. 103. هاي اول كومنت. ثاني كومنت، يوم ما انا رحت اعمل المسحه، رحت يوم أربع، حكوا لي أنت جاية الساعة 11 بكرة، تعالي بالضبط على 9 كوني عنا. قلت تمام، بما أنه يعني ملتزمين بالوقت والتباعد منيح. تاني يوم 9 بالضبط كنت أنا هناك، أخذ اسمي، إيش عندك أعراض؟ خليكي استني للساعة 11 ونص لما يجوا يتجمعوا كل الناس عشان نعمل لهم مسحة. لا طب حول ولا سؤال، قوة إلا عيادة بالله. الرمال الفسحة الصغيرة هاي اللي الناحية اليمين أول ما تفوت، صحيح. حاطين كراسي كل الناس فوق بعض، كل الناس صحيح. بتكح، وين الحماية؟ إذا أنت معني إنك تقلل من المرضى، كيف أنت بدك تقلل وأنت قاعد بتجمعهم فوق بعض؟ افرض ناس جاية تفحص مش مصابة، روحت مصابة ما فيش فيها. فهذه الملاحظة أنا يومها يعني قلت لهم لا أنا بديش أستنى، بروح على البيت برجع لكم الساعة 11. روحت 11 وصلت، ضلتني استنى لل 11 ونص لما اخذوا لي المسحه والناس فوق بعض، والشرطي او اللي بعرفش مين واقف اللي بنظم، مفروض بنظم عمليه السير، اوريدي ما كانش لابس الكمامه منيح، وكان في ناس بتيجي على طول بتفوت بتاخذ مسحه بعرفش ليش. فهذه من خلال تجربه يعني. والله يا دي. انا حزين ان اسمع كلامك، بس اخطر شيء يعني الهم الممكن المضحك، اشرب ينسون واشرب لهم، انا مش عارف يعني. انا مذكرني في، وخاصه انه في منكم ناس بيشتغلوا في العيون، في يوم من الايام احد يعني الحالات كان تعبان وجاي، يعني عنده زي لاكرمال يعني بروبلمز، في نفس الوقت مشكله مش عارفين، فصار في دموع كويس زياده، فجأت انه الممرض بيحكي له، بقول له انت اغلي شاي مر وبرد، لا حول ولا قوة إلا بالله. أسوأ شيء في حياتنا إنه إحنا نكون متعلمين شيء وفاهمينه 100%. وما بديش أقول كلمة نخون، لكن نرجع للتراديشن شوية والكاستمز الموجودة، مش بقول إن أنا ضدها، لكن الطقوس هذه الشعبية مش إلنا. إحنا يعني مؤمنين بأسس علمية، وهيك الإنسان يعني بطبيعته بتعلم الشيء بصير هو بدي يطالب فيه، أما خلي غيرنا هو اللي يمشي بهذه الطقوس، انا مستغرب يعني. فسبحان الله احنا عموما، انا متاكد انه هذا النقاش يعني، انا عندي الان لحد الان الحضور 24، انا متاكد انه هذا النقاش قديش بيستثير عندك الوعي، وانا متاكد كل اللي بيسمع معنا وخاصه الان الحوار بكون استفاد كثير، وهذا اللي انا بدي اوصل له. هي القصه مش بس اعطاء جاست فومت انفورميشن، وكانه عمليه استفراغ يعني للمعلومات، في تجارب خاصه، في تجارب مستشفيات، فهذا شيء عظيم يعني. انا قاعد بسمع، احنا كلنا بنستفيد مع بعض باذن الله.
إذا ضايل معنا بس 5 دقائق إذا حدا بده، لأنه الزوم حيعاود يغلق. إذا في أي حدا حابب يحكي برضه ممكن، إذا مش حابب فيما بعد أنا بعقب إن شاء الله. فلسطين، وفاء، هبة، أي حدا حابب يحكي، فاطمة، إسراء. عافية يا دكتور. تفضل يا فلسطين. الله فيك. أنا حابة أن أحكي عن واقع تجربتي، أن أنا بشتغل في مستشفى ولادة، يعني كان خصوصا في أول فترة من الفيروس كان يجي الحالات لسه أنديكت يعني، وبعد يومين ثلاثة لما نكتشف الحالة اللي إحنا اشتغلنا معها أن هي كانت حامل للفيروس. بس الحمد لله يعني من لطف الله ان احنا كنا ناخذ يعني بعين الاعتبار البروتوكول وفي التعامل مع الحالات، انه نتعامل كنا الحمد لله مع الحالات كلهم يعني از انه هاي ديزيز يعني لكل صحيح. حال انه اعتبرها ان هي كورونا صحيح. يعني هذا كان هو عبء على طاقم الطب او علينا احنا كطاقم انه كيف نتعامل مع الحالات، بس انه هذا مفترض انه كان من وزارة الصحة أو كان من أي لجنة إنه يكون في تدابير معينة أكثر لهيك حالات، خصوصاً النساء اللي أو يعني هو الجديد صار إنه في رابيد تيست إنه يكتشف الحالة قبل ما تيجي أو قبل تفوت الولادة. بس حالياً كمان في حالات بيكونش عليها الأعراض نكتشف إنها مصابة، فهذا برضو بيأذي يعني. إحنا برضو من ورانا كان يعني ورانا أشياء عائلات. بتعرف خليكي معي يا فرس، بتعرف هذا الموضوع كان من أخطر الموضوعات زي ما أنت حكيتي. الدليل انه في عندنا مشكله، يعني بعض الناس يعني انا تقول لي تعامل مع انه مريض، طب ما انا اذا قلت لي تعامل انه مريض معناته بده البي بي اي وبده اعمل، طب انا هذا ظلم. فانا كنت مبسوط اول ما بده يعمل له اقسام فرز بسموها زي الشيفا زي اوروبا زي كذا، وكنت انا اقول لهم يا ريت اتمنى على الجميع انه مش بس فرز الحالات العامه، لا فرز على كل مكان، يعني اقسام الولاده عليها فرز، اقسام الباطنه عليها فرز وهكذا. ليه؟ علشان انت تشتغلي بكل امان، لانه حتى لما تشتغلي وانت بتتوقع لامامك مريضه حتروح على البيت انت قلقانه، والاهل ممكن نفسهم اذا كانت هي متزوجه الزوج مش متقبل الوضع كذا، اذا هي بنت ممكن اهلها يقولوا لها ما تقربيش علينا، وخاصه الناس اذا كانت العيله موسوسه شويه. فهذه كانت اكبر اشكاليه. يمكن اليوم بدينا نفكفك الحلقه على اعتبار انه يعني صارت الناس تعرف مباشره، وزي ما انت قلت الرابط سبراي حتى لو عن طريق البلد، يعني زي ما بيخطوا الان عشان اللي بيروح يسافر بيكونوا سريعين جدا معهم. لأنه صار في المستشفيات التطبيق هذا لما الحالة يكون عليها أعراض، أما أحيانا كمان حتى الآن تيجي حالة بكونش عليها أعراض ونكتشف بعد يومين ثلاثة إن هي عملت فحص كورونا وطلعت مصابة. تمام. الحمد لله هو بالنهاية قدر ولطف ربنا فينا، يعني إحنا كطاقم من ربنا اللي رحبنا بس مش أكثر. يعني ممكن أنا اتعاملت مع الحالات كورونا واكتشفت فوق 20 حالة ولادة، وأنت عارف الولادة والمريضة صحيح، يعني فيس تو فيس، يعني فيس تو فيس تتكلم صحيح، مش زي أي مريض عادي يعني من أي علاج من بعض. يعني هي حتى من الحاجات الغريبة جدا في موضوع كورونا، في بعض العائلات كل البيت انصاب وظل واحد منهم، ظل طفل، ظل بنت، ظل الأب، وكنا نستغرب. فهذه رحمة ربنا بتكون فلسطين عندك يعني المناعة ما شاء الله، يعني مناعتك قد فلسطين الحمد لله. أي حدا حابب برضو يعمل مداخلة احنا جاهزين عشان نعقب. بس بدي احكي شغله. تفضلي بس اختصري معنا شويه. تفضل. لا سريع، في خبر بيحكي انه دكتور رامي العباد لمسؤول ملف مكافحه العدوى، هناك توقعات في الايام القادمه لاعاده فرض الاغلاق، وقد تشمل صلاه لا والاسواق. متى هذا الكلام؟ هل قبل شوي؟ انا لانه انا ايش اللي مخوفني، انا اللي بدي احكي لكم اياه، طبعا الجامعه مرتبطه مع اتحاد الجامعات في لجنة الطوارئ المركزية، منتدب من كل جامعة فريق مكون من 3 إلى 5 أشخاص، وهذول كلهم على بعض بيقعدوا مع بعض وبنأخذ كل قراراتنا من الصحة والداخلية. اللي أنا بدي أحكيه عشان أكون واضح معاكم، التخوفات صحيح من الأمس أوكي مظبوط، لكن أنا نفسي شخصيا لو سألت، وهذا سألت كمان من أكثر من محفل، قلت لهم إحنا لازلنا إحنا في بداية الأمر. قال لي يا دكتور أنت بتتكلم على إلو، يعني إحنا من شهر 3 اللي فات، يعني اليوم صار لنا شهر 3، إحنا فعليا بدأنا في 1/3 اللي هو عام 2020 هي الأمور على أشدها، واليوم هنا بنتكلم على يعني شهر 3 2021، أنا لسه بقول وبرضه لسه ما انتهاش الأمر، وأنا أدعو الله سبحانه وتعالى أن تمر الأمور على السلام. اليوم بنقدرش نحدد الموضوع، يمكن الطفرة الجديدة تخلي كل البلد رأسا على عقب، ما نعرفش وين رايحين احنا وكيف بدنا نتصور وكيف بدنا نعمل. انا اتمنى على الوزارة اذا بتسمعنا، وهذا حيبث ان شاء الله عبر الجامعة، هحط الفيديو كامل،
بتمنى عليهم يسمعونا بشكل واضح انه يستجيبوا لهذا النداء، اللي ما شاء الله عندنا طالبات متميزات يعني، وعمالهم بناقشوا مش من واقع خيال ولا من واقع دراسة نظرية، وإنما من واقع تطبيق عملي، من واقع ممارسة مهنية، ومن واقع مصابين خلينا نقول يعني. فأتمنى إنه يعني موضوع الاستهتار اللي موجود في البلد إحنا نحاول ندخل على الخط يعني، كوزارة ندخل على الخط كهيلث بروفايدرز يعني. هذول الناس بيستنوا منا، الناس العوام بينتظروا منا كيف إحنا نكون يعني على قدر المسؤولية. أنا بصراحة في نهاية المحاضرة والنقاش أنا سعيد جدا إن أشكر طالبات ماجستير الإدارة الصحية، والله أنا مش بجاملكم، أنا صراحة مبسوط وفخور يعني، ويمكن مجموعتكم بدون مبالغة رغم إنه على الواتس شوية شفتكم يعني بديتوا تسخنوا، لكن لا ما شاء الله عليكم أنتم يعني واعيين، وما شاء الله أموركم كويسة كتير، وأنا النقاش العلمي يعني صدقا بيرفع الراس، وأنا لا أخجل إني أنا هذه المحاضرة سأنشرها عبر منصات الجامعة بشكل كامل، لأنه الأمانة فيها فائدة مش بس للإدارة الصحية، ولا إنه بس فائدة كمان للبيدرسو كريتيكال، لا هذه المادة أنا بقولكم بشكل واضح ممتاز يا أسراء، هذا اللي أنا بدي أحكيه سبحان الله. كل يوم حتكتشفوا إنه هذه المادة حتفيدنا في حياتنا، حتفيدنا خبرات، يمكن واحد بيكسل يتفرج على المحاضرة، بيكسل يروح يسمع أو يشوف، دائما بتعمل ملل اليوتيوب، لكن الآن وإحنا بنتناقش والأوديو فيجوال يعني الإفكس شغال، فبنكون واضحين، بنناقش المعلومات العلمية بشكل دقيق، بنرسل رسائل علمية لأهل الاختصاص، إن شاء الله تكون رسالتنا وصلت في موضوع كوفيد 19، وبتمنى أنه على الوزارة أنه ما نستعجلش في تخبط القرارات، القصة تحتاج لعمق في التفكير وإدراج ناس متخصصين من جميع النواحي، من قبلهم وأساسهم، قبلهم وأساسهم الناس اللي لهم علاقة بالمنتل هيلث، والناس اللي لهم علاقة بالسيكولوجيكال، خلينا نقول مثلا يعني أسبكس، ليش؟ لأنه الجوانب النفسية مرات تكون أخطر، مرات واحد بيكون ممتاز لكن بيجي مباشرة إنه بتلاقي مرة واحدة، يا ريت وأنا بتمنى ما يرجعش الجمعة والسبت، لكن مرات الواحد سبحان الله إذا اضطرينا، مع إنه أنا شخصياً كنت ضد فكرة الإغلاق، لكن أنا مع فكرة التثقيف، لأن الناس في البيوت كانوا يغلقوا، إحنا بالمناسبة كانت أكثر مشاكل تصير في أيام الجمعة والسبت، ما تستغربوش من الكلام، لأنه الناس ما تحبش القعدة، بتحبش الحشرة غزة كلها قد العلبة، والناس بطبيعتها بتحب الخروج. أنا في نهاية المحاضرة كمان مرة بشكركم إن شاء الله، والنقاش المباشر هذا حيكون مفيد للجميع بإذن الله، وأتمنى لكم إن شاء الله يعني مسيرة علمية متفوقة ومتميزة، وإن شاء الله تكونوا أفضل ما يكونوا، إن شاء الله ننتظر الأسبوع القادم للمجموعة القادمة في نقاش جديد من إحدى موضوعات أخلاقيات الإدارة الصحية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.